وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومستشار وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز وقرروا نزيف الدم السوري. وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد التقى في القاهرة الرئيس المصري والمبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية السوري للتخطيط لمستقبل البلاد. وفي كلمة أمام البرلمان البريطاني جدد هيغ دعم لندن لخطة المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. الإيرانيون 48 الذين أفرجت عنهم المعارضة السورية المسلحة في إطار صفقة لتبادل المعتقلين مع الحكومة السورية. وقد أفرج حركات بين الجيشين الحر والنظامي في محيط مطار منغ العسكري في ريف حلب. لم يتسنى لنا التأكد من صدقية هذه الصور من مصدر مستقل.